الآن إلى رسم الخلية اللي هي تكون عندي خلية نموذجية. هنا نأتي إلى شكل النواة ويكون شكلها سفركة، هذه حتى تبين عندي. وأيضا موجودة عندي بعض العضيات الحية الموجودة داخل الخلية، من ضمن هذه العضيات اللي هي الميتوكوندريا اللي يكون شكلها بيضوي والغشاء الداخلي لها فولدد، إذا هو ذو طيات أو انثناءات. بالنسبة للشبكة الإندوبلازمية راح يكون عندي هنا شكلها تكون هي منتشرة خلال السيتوبلازم، وطبعا تبدي من تكون محيطة بالنواة، يعني تكون قريبة من النواة. هذا عندي يوضح لي شكل الشبكة الإندوبلازمية اللي تكون منتشرة داخل السيتوبلازم. الآن عندي جهاز كولجي يكون بهذا الشكل، وأيضا غير واضح الحدود أو المعالم بالنسبة للسيتوبلازم. إذا إحنا نحدد نركز على هذا الشكل، هذا مو مهم، ممكن أن فتح خيال معين. وعندي أيضا هنا الفاكول، هذه عندي الفاكول، وهذه عندي اللايسوسوم اللي هي الجسيمات الحالة، وأيضا عندي منتشرة داخل السيتوبلازم الريبوسوم. هذا عندي الشكل النهائي للخلية، أحاول أرسمها بالشكل البسيط اللي ما يتعبني ويعقدني ولا يضيع الدرجة. بالنسبة للتأشيرات، دائما التأشيرات ما أضيع مكان التأشير، يعني أنه التأشير لما أريد أشر مثلا عندي الميتوكوندريا أضع رأس سهم حتى يبين عندي أنا بالضبط وين أشره. هذه هنا عندي ميتوكوندريا، هنا اللايسوسوم، وهكذا بالنسبة لبقية التأشيرات. يعني هذا كولجي بودي، أضع رأس السهم، هذا كولجي بودي أو كولجي كومبلكس. And so on.